بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم عن اليوم عن سنن عند الشراب. سنن الشراب، أول سنة وهي التسمية، أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني سنة الشرب باليد اليمنى، لحديث يقولان سم الله وكل بيمينك. ثالث سنة التنفس أثناء الشرب خارج الإناء، أي على ثلاث مرات ولا يشربه مرة واحدة. والدليل على هذا الكلام كان صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا، وهذا الحديث رواه البخاري، أي أنه كان يشرب الشراب على ثلاث فترات. السنة الرابعة وهي الشرب جالسا، لا يشربن، والدليل على هذا لا يشربن أحد منكم قائما، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. السنة الخامسة قول الحمد لله بعد الشرب، والدليل على هذا أن الله لا يرضى على العبد أن يأكل أكلة فيحمد عليها ويشرب الشربات فيحمد عليها، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. مجموع هذه السنن التي يحرص عليها المسلم عند الشرب لا يقل على 20 سنة، وقد يزيد على ذلك، وهذا يشمل جميع المشروبات الحارة والباردة أيضا، لأن بعض الناس يقفل عن تطبيق بعض هذه السنن عند هذه المشروبات، فينبغي التنبيه لهذه الأمور، والله أعلم.